هذا سامبر، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. موعد جديد في رونديفو نوف وعوده على ابرز الاحداث والمستجدات الوطنيه. في هذا المشوار يرافقوني ليلى كل من عدنان بالحاج عمر، اهلا وسهلا بك. مساء اهلا وسهلا، مرحبا بك لطفي العماري. اهلا بك ملاك. مساء النور رياض جراد. مساء الخيرات ليلى. ضيوفنا على التوالي يكون وليد جلاد القيادي في حركه تحيه تونس، ثم نستقبل محمد المسيليني عضو المكتب السياسي لحركه الشعب. الفلاش يكون معنا عبر الهاتف معزلي يوسف المساعد الاول لوكيل الجمهوريه والناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بسوسه واحد. ايضا باش نرجعوا على مساله تطور الفيروس هذايا، متحورات جديده على ما يبدو. نشوفوا الحاله الصحيه والوبائيه وين وصلت. نبدأ بآخر الأخبار. نبدأ بالاجتماع اللي أشرف عليه مساء أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد، واللي خصص للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية، وذلك بحضور رئيس الحكومة وأيضا عدد من الوزراء. هذه جلسة أولى سنتحدث خلالها عن التصور الأول للمرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها، وهي استشارة شعبية عن طريق الوسائل الحديثة للتواصل. ثم بعد هذه الاستشارة سيتم التأليف بين مختلف الآراء التي سيتم توجيه وضعها في هذه المنصات الإلكترونية، ويتم التأليف لكل المطالب، وتأتي لجنة ثالثة لتتولى بعد ذلك تجسيد هذه المقترحات في نصوص قانونية. ستبدأ هذه الاستشارة يوم الفاتح من شهر جانفي بداية من العام الجديد، ثم بعد ذلك تتواصل إلى حدود تاريخ الاستقلال، تاريخ 20 مارس من سنة 2022 أو 2000. ثم إن شاء الله سيتم تنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية والإصلاحات القانونية بوجه عام، ومنها على وجه الخصوص القانون الانتخابي، ويتم في 17 من ديسمبر من السنة القادمة في لتنظيم انتخابات تشريعية بناء على ما يريده الشعب. وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي شنو يقول؟ يقدم محتويات المنصة الإلكترونية اللي بشتاق عبرها الاستشارة. المنصة بشكون فيها ستة روبريك، ستة فروع، ونجم نعدلوا الأوردر إذا كان منها لازم. وفي كل فرع بشيكون فما خمسة أسئلة، إضافة إلى الأسئلة دوما بشيكون فما مساحة للتعبير الحر يعبر فيها على الحاجه اللي ما نجمناش احنا نسالوها عليها. دونك اون توتال باش يكون فما 30 سؤال مع مساحات للتعبير الحر، والمشاركه باش تكون بطريقه بهويه مخفيه، دونك دون مانيير انونيم. هذيك سافا انسيتي لي جون ا بارتيسيبي، الهويه نتاعو موجوده في السيستم، باش يقول لك انت تعرفني وتعرف ارائي، دونك باش تكون مشاركه بهويه مخفيه. كيفاش باش تتم العمليه؟ فما رقم خدمه هو اتوال 1217 اتوال، نمر بطاقة تعريف دياز، باش يجي في اس ام اس في ارساليه قصيره رقم مشاركه سري، يجي للمنظومه ويشارك به، وفيش تكون في قاعده بيانات المنظومه في الباز دوني الاراء مع رقم سري. نجموا احنا لضمان الشفافيه ولضمان سريه ولا خصوصيه المشاركه، او بود 3 نفس الارقام السريه، باش نخليو كان الاراء، خاطر اللي يهمنا احنا هما الاراء.
دونك هذه لا كونسيبسيون نتاع التصميم نتاع البوابه. دونك مشاركه بهويه مخفيه وسته محاور. وهوني المواطن زاد يجب يختار، يجب يقول لك انا نحب نجاوب على المحور السياسي والمحور التنميه والمحور التعليم وبس. معناها احنا مش نفرض عليه انه يجاوب على الاسئله الكل، هو حر، معناها يعبر بحريه. استشاره وطنيه شعبيه بدات تتضح ملامحها من اللي سمعناه لطفي سواء من رئيس الجمهوريه قيس سعيد او من وزير تكنولوجيا الاتصال ام لا؟ شوف كنا نجوم الاخر نقولوا هي المضامين نتاعها متضحه منذ فتره. هذا المشروع السياسي الذي يحرص السيد رئيس الدوله على تطبيقه، وبالتالي ما قاعدين نعيشوا فيه تو اللي باش نعيشوه تقريبا على امتداد 6 أو 7 أشهر هي فقط لإضفاء المشروعية على هذا المشروع. أنا نجيك من الآخر نقول لك احنا بصدد إهدار الوقت لا أكثر ولا أقل. كان يمكن اختزال كل هذه الإصلاحات في لجان مختصة تشتغل على امتداد 2 أو 3 أسبوع ثم تمدنا بخلاصة هذه الاستشارات، لأنه يعني في النهاية أنك تستشير الشباب، كلنا نعرف في تونس ما هي مشاغل الشباب التونسي. المشغل الأول والأخير بالنسبة للشاب التونسي اليوم هو أنك تعطيه عمل، وعمل اللي يضمن له الكرامة متاعه، وبطبيعة الحال تحرص الدولة على أن توفر له ظروف الحيش الكريمة على الأقل في حدها الأدنى. اللي شيء يصير هذا كله كما قلنا معناها التمطيط وإهدار للوقت في وقت تحتاج فيه تونس لكل لحظة لكل ساعة ولكل يوم. هذا في اعتقادي وهذا رأيي أنا في الاستشارة هذه. ماناش باش نعاود ونخترع العالم، كل الحقائق معروفة، كل الطلبات معروفة عنا 10 سنوات. نجم اليوم نديه لأي مواطن تونسي فضلا عن أي مسؤول تونسي وباش يعطيك شنية الأولويات. ما نحبش نقول أنا بلغة الشباب هالجونيزم، هذا أنا ما نحبوش، لغة تاع مطالب الشعب التونسي اليوم بكل شرائحه العمرية. الناس الكل نعرفوها واللي قاعد صاير إهدار للوقت وتمطيط لا فائدة منه. ناهيك أنه نتيجة الاستشارة معروفة مسبقا. وانا معنى؟ هنا نتكلم استنادا لكلام السيد الرئيس. السيد الرئيس سبق له في تصريحات سابقة قال ما فماش استشارة صارت في الوطن العربي إلا وتم فيها التصويت بنعم. وعلى حسب اعتقادي أنه تونس بلد عربي وبالتالي استشارة في تونس بلاش تونس تعمل الاكسبسيون تعمل الاستثناء على النعم. خليك انت متفائلة وإحنا نستحق تفائلك في نهاية السنة. 30 سؤال عدنان، 30 سؤال، وثم مساحة للأسئلة الحرة. هكذا ستكون الاستشارة على المنصات اللي عندها 6 فروع يقول الوزير. توافق لطفي وقت اللي يقول لك في الاخر احنا عارفينهم هالمطالب، عارفينهم هالاهتمامات، عارفينهم هالانشغالات، شنو باش تزيدنا هالاستشاره الوطنيه الشعبيه؟ باش تاخذ لنا برشا وقت، واحنا ديجا خاسرين برشا وقت. يعني ما نتصورش اللي باش تخرج منها حاجه تشبه الخساره الدهشه. نعرف كل شيء ابري شنو التوانسه تحب، تحدثنا فيه وعاودنا تحدثنا فيه واشتريناه ونسيناه وبعد عاودنا رجعنا له، وكل ما يجي حد جديد هكا يبرز يعاود يحكي حكايه نلقاو روحنا نلكلكوا في نفس القصه. هذه سيد الرئيس قال بالاليات الجديده والاختراعات الجديده تاع التكنولوجيا باش نحطوا افكتيفمون هما حاجات جديده جديده فاسون بارلي، مش ماشي في ماهيش تكنولوجيا معناها اخر صيحه نتاع التكنولوجيا، معناها هذه منصات توا 10 سنين تخدم ولكن تخدم لمن امكنه الولوج اليها. عدنان لما امكنه الولوج اليها لان ما شفناها عاد في الفاكس دانيالمون وشفنا كيفاش تخدم. وعلى كل حال في العالم ماهيش مستعمله باش تستفتى بها الشعوب، تستعمل في مجالات معينه في بعض القطاعات للحديث ولتبادل الرأي وللممكن استفتاء الاخصائيين او الناس المعنيه، يعني لي بوبيلاسيون سيبل نتاع مواضيع معينه.
في تونس ما نعرف شنو، والفحوى مازلنا ما نعرفوهاش، حتى نقول الفحوى ما نعرفوهاش، شكون باش يالف وكيفاش باش يالف؟ نهار السبت تعرفوا 30 سؤال على الاقل، نهار السبت تعرفوا. اي وال 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 والفحوى، الفحوى تو نفهموا بها الامور، تو نفهموا بها شنو البرنامج، متعرف اللي يلقي السؤال ديما يلقي السؤال، كيما في المكتب، كيما في المكتب في الاقسام عندنا يلقي الاستاذ السؤال ما نعرفوش باش يحب هو كيفاش باش يصحح بعد، باش يحط الريبونس اللي هو معناها محضرها نتاعو ويحب الناس تمشي لها. هذا كشميسيسي، هذو مرايين. رياض جراد تتفق معهم، يقول لك هذا اهدار اهدار للوقت. لطفي يقول لك المشروع معروف مسبقا وتونس لا تخرج عليه، ماهيش استثناء مقارنه بالدول العربيه التي لطالما كما قال الرئيس اجابت بنعم على مثل هذه الاستفتاءات. ليه مانيش متفق معاهم؟ ماكش متفق، يلا قول لنا وجهه نظرك. اثنين مانيش متفق معاهم، اولا العمليه هذه راهي ماهيش استفتاء وماهيش استشاره وطنيه شبابيه، هي استشارة شعبية مفتوحة لعموم التونسيات والتونسيين. والله قبيلة راهو في المخطط اللي وراه أو الجرافيك اللي قاعد يوري فيه وزير تكنولوجيات الاتصال مكتوبة استشارة وطنية. هي استشارة وطنية شعبية، معناتها لا تهم شريحة عمرية بعينها أو فئة بعينها، هي استشارة شعبية مفتوحة لعموم التونسيات والتونسيين، وأنا حسب رأيي هذا معناتها يكرس ثقافة التشاركية الحقيقية ويكرس الحوار الوطني الحقيقي مع عموم شعبنا بدون معناتها وسائط وتقطع، وهذا الشكل من الحوار يقطع تماما مع الحوارات السابقة اللي للأسف ما أنجتش لا حلول ولا بدائل، هذا بطبيعة الحال حسب رأيي. أنا شاب تونسي موجود في بلاصة من الجمهورية التونسية، الله غالب ما عنديش كونيكسيون انترنت، ما عنديش بيبلينات قريبة مني، ما عنديش بي سي ولا اندرويد ولا سمارت فون باش نجم ندخل للمنصة الرقمية هذية، هاني باش نتحرم أنا منها ومانيش باش نجم نعبر على رأيي. هذا متفقين فيه بطبيعة الحال، ولو أنه أغلبية الشباب والشعب التونسي اليوم معناتها قادرين يتواصلوا عبر التقنيات الحديثة وعبر الانترنت، ولكن اللي سمعناه زاد احنا في عديد المرات من قبل السيد رئيس الدولة يحكي زاد على أنه الاستشارة هذه باش تكون إلكترونية، ولكن باش تكون أيضا مباشرة، ربما باش تكون في مقرات البلديات والمعتمديات والولايات، يعني في فضاءات عامة، باش اللي ما يمكنهوش الولوج إلى هذه المنصة الرقمية يشارك بشكل مباشر، باش التوانسة يفهموا. مالك أنا مثلا البارح، لأنه هنا الحقيقة باش نشارك بتبيع في الاستشارة هذه ونشوف روحي معني بها، معناتها من ليلة البارحة جربت، معناتها حطيت إتوال 17-12 إتوال رقم بطاقة التعريف الوطنية متاعي الدياز، وبالفعل معناتها وصل الكود أو الهوية المخفية اللي باش يشاركوا بها المواطنين، تقريبا الهوية المخفية هذه متكونة من 10 أرقام، بها هي يمكن الولوج إلى هذه المنصة والمشاركة في هذه الاستشارة الشعبية المفتوحة في علاقة بستة محاور أساسية اللي هي تشغل الرأي العام، وربما عليها خلاف واختلاف داخل المجتمع التونسي، بالإضافة إلى مساحة حرة. هذا الكل بتبيع باش يتم من بعد التأليف وباش يشوفوا المعقول والغير معقول، وباش نشوفوا الشعب التونسي عموما على اختلاف آرائه شنو يحب، وبعد بتبيع باش تكون الإصلاحات السياسية والاستفتاء الشعبي العام في 25 جويلية 2022. هو على العموم ما رجعلوش اليوم رئيس الجمهورية المسألة هذية، لكن معليش كي نقول هالخميس تعودنا مجلس وزارية تقريبا حكي على القضاء، حكي على الوضع الصحي بالبلاد، حكي على المجلس الأعلى للقضاء، ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكل محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات اللازمة، وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط، نفس تقريبا المسائل اللي خاض فيها رئيس الجمهورية في عدة مجالس وزارية سابقة. لطفي باش نعمل ملاحظة أخرى في مخصوص الاستشارة، مادام هي اللي باش تشكل مشغل التونسيين تقريبا في بداية من مطلع السنة الجديدة. شوف في بداية التسعينات وزارة التربية في امتحانات السيزيام كان الموضوع يا ملاك تحدث عن فوائد ومضار الإشهار التلفزي. نهارة الامتحان بدأت تلام ذا بطبيعة الحال تجاوب، فجات برشة تململات من داخل الجمهورية واتضح
أنه في الأرياف وفي دواخل البلاد هناك عديد من التلاميذ الذين ليست لهم تلفزة في منازلهم، وبالتالي دخلت الوزارة في اضطراب كبير وتم تعديل المسألة. هذا في علاقة بمدى انتشار الانترنت في تونس وتمكن التونسيين من الولوج إلى المنصة. المسألة الثانية سيد رئيس توا تحدث على تقريبا وجود 3 لجان. احنا توا إذا الاستشارة باش تبدأ نهار 1 جانفي معنى هذا أن الأسئلة جاهزة وأن هناك من وضع الأسئلة، يعني لجنة. هل نعرف هذه اللجنة؟ هل تم نشر الأسماء متاحها؟ تركيبتها؟ هل تم معناها مش حتى تركيبتها، مفروض أسماء اللجنة ويتم حتى معناها نشرها في الرايد الرسمي وتحديد مهامها، لأنه لا هذا هذه تقريبا مش تكون أهم لجنة، لأنه اللجنة التي وضعت الأسئلة، والأسئلة هي اللي باش توجه الاستشارة، لأنه معناها يقول لك في السؤال الموجه يوجد شطر الجواب. إذا احنا ما عرفناش اللجنة اللي وضعت أهم مرحلة في الاستشارة وهي الأسئلة، أكيد أن ربما غدوة ما ناش باش نعرفوا اللجنة اللي باش تألف وما ناش باش نعرفوا اللجنة الثالثة. على العموم نعرفوا مهامها إن شاء الله، إن شاء الله نعرفوا على خير. إحساس باش تصدر في الرأي الرسمي، لا يخطأ أنه الأسئلة والأجوبة والنتيجة متاع الاستشارة هذه جاهزة. وهذاك علاش أنا قلت ونعاود نقول الكلام هذا نقوله للتاريخ، نحن بصدد إهدار الوقت لا أكثر ولا أقل. أصدر رئيس الجمهورية أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف الشاذ لبوعلاق بمهام والي بولاية تونس وتكليف كمال الفقي خلفا له. فقط لمحة أو نبذة على السيرة الذاتية لكمال الفقي، هو خريج كلية الحقوق بتونس سنة 95، قانون خاص اختصاص شعبة قضائية. قبل تكليفه بهذا المنصب كان يشغل خطة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة كهية مدير لإقليم تونس الكبرى، وانتخب ككاتب عام نقابة الأداءات بتونس من 2011 إلى غاية 2017، صلب الاتحاد العام التونسي للشغل. خلينا نسمع له تصريح حول ضرورة صياغة أفكار جديدة للتصرف في الثروات، وكان ذلك سنة 2012. أبناء الثورة علينا من جديد وفي كل مرة أن نذكر القائمين على السلطة والواجهة العلنية، الواجهة العلنية لأباطرة المال في العالم، أنه مش ممكن ثورة لا تمس المسألة الجوهرية وهي الثروة. إذا كان احنا غير قادرين باش نعيد التفكير وصياغة أشكال التصرف في الثورة الوطنية، في الثروة الوطنية، وخاصة بالنسبة للمناطق الغنية بالثروات المجمية، فإنه مش ممكن نحكيه على كرامة وطنية. الكرامة أيها الأعزاء تمر حتما بمسألة إعادة النظر في أشكال التصرف وإدارة الثروات الباطنية والثروات السطحية المنجمية لأي شبر من مناطق هذه البلاد العزيزة. به الكلام هذا يتقال سنة 2012 لطفي، نحكيه اليوم على 2021 وإحنا في نهايته. يقول لك الكرامة تتمر بإعادة التصرف في ثرواتنا، لسيما ثرواتنا الباطنية. مش قولك في الكلام منذ ذلك التاريخ يقول الفرنسيون جرى ماء كثير تحت الجسر، وبالتالي نعرف احنا كيف كان حال الثروات الباطنية في 2012 وكيف أصبح في 2021. تحدثوا مثلا أكيد أنه السيد الوالي يقصد في مثلا الثروات المنجمية بتاع الحوض المنجمي، كيفاش كانت حالتها في 2011 و2012، كانت ما تزال تضخ أرباح في ميزانية الدولة. اليوم تقريبا ولينا نستورده في الفوسفات، وليت الدولة مدعوة لنجدة
ميزانية وتوازنة المالية داخل شركة فوسفات قفصة حتى تتمكن الشركة من دفع الأجور. وبالتالي أكيد أن السيد الوالي يدرك أن هناك تغيرات كبيرة صارت. احنا لهنا في قلب الفلسفة السياسية للسيد الرئيس الذي يعيد بمصر على إعادة التأسيس وعلى تدارك ما يعتبره أخطاء كبرى صارت في ابتداء من 14 جانفي وتمثلت في تحريف وجهة الثورة وفي التلاعب بما تم خلينا نقول انطلاقا من 17 ديسمبر. حبيت نقول بركة على المستوى الشكل لأول مرة تقريبا وهذا مباركه لأنه هذا اللي المفروض يصير، يتم عزل الوالي وتعيين بديله في نفس تقريبا البرقية. هذا مهم إن شاء الله يكون علامة على بداية النضج في التعاطي مع هكذا التعيينات، لأن ما زلنا إلى حد هذه الساعة هناك ولايات بدون والي، كي نذكر زغوان نذكر سيدي بوزيد ونذكر مدنين والمنستير إلى حد الساعة لا تزال بدون والي. إن شاء الله من هنا فصاعدا كلما اتخذ قرار بإبعاد أو عزل شخصية سياسية هامة والي أو معتمد أو رئيس مدير عام في نفس البرقية يتم الإعلان على البديل. هلقنا الإيجابي عنين. إيه لا فهم إيجابي. أنا بالنسبة للخطاب هذا اللي سمعته سنة 2012 قال على الإنسان الوالي الجديد ينجم يكون هو نفسه تطور في نظرة متاعه، 10 سنين يتبدل فيها الإنسان إذا يكون مواكب وكذا. معناها ما خلينا نستنى ونشوفه للإنارة مش للإثارة. فقط أقول أنه هو قريب من حملة متاع ما سمي بالحملة التفسيرية متاع سيد قيس سعيد، وزوجته من العناصر النشيطة جدا وعناصر قولوا احنا الصف الأول. السيدة سونيا الشرمتي هي معناها من عناصر الصف الأول في المنظومة اللي تناظر في هذا الاتجاه حسب المعلومات المتداولة. لا نبعد شوية عن المعلومات المتباينة، أما خلينا نقول واللي على الأقل مرضية عن والي، لأن ولاية تونس ماهيش سهلة نعرف وراء تقريبا يتمتع برتبة كاتب دولة وحتى رتبة وزير. الوالي الجديد قادم من الإدارة التونسية، قادم من مصلحة الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا، خاض التجربة النقابية، قادم معناها من تجربة نقابية. على الأقل هنا عندنا والي يعرف بدولي بالدولة بمفاصل الدولة أنه يتحط على ولاية تونس، ينجم يكون هذا معناه مؤشر إيجابي حتى في اختيار السادة الولاة، لأنه شفنا قبل تعيين السيد الفقي شفنا ولاة تقريبا لا علاقة لهم لا بالدولة ولا بالإدارة. على العموم وإحنا نحكي ونأكدوا على ولاية هامة جدا، ولاية تونس الكبرى برياث. تونس الكبرى ولاية هامة بطبيعة الحال، ولاية تونس بالضبط. دونك السيد الوالي معناتها من خلال سيرته الذاتية، هو خريج كلية حقوق عام 95، معناتها إطار في وزارة المالية. الحقيقة أنا حسب ما سلت معناها مشهود له بالكفاءة في الموقع اللي كان فيه. كما يحكي سلوتفي هو ابن أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل، مكلف بالجباية أساسا، وهو مسألة مطروحة اليوم. نحن اليوم نحكيه على العدالة الجبائية. الكلمة اللي ألقاها تقريبا في 2012 تقريبا كانت في الكيف، وللأمانة معناتها كلامه ماهوش غالط وصالح في 2012 وصالح لليوم، لأنه لليوم في بلادنا مسألة التوزيع العادل للثروة بين على قدم المساواة بين الجهات والفئات هي ما زالت مطروحة، مش كيف هيك الفصل اللي عملوه لنا في الدستور 2014 متاع التمييز الإيجابي اللي هو معناتها فصل عنصري ما عنده حتى معنى، لا نجم يوصل الجهات المهمشة إلى مرتبة جهات أخرى، بل بالعكس هو وخر بالجهات اللي كانت محسوبة على الرفاه والرقي وإلى غير ذلك من الحديث. دونك هذا هو، فما نفس اجتماعي نلاحظوه معناتها في السادة الولايات المعينين معناتها جدد بعد 25 جويلية. ربي يوفقهم في النهاية باش نحكموا عليهم من خلال إما نجاحهم أو فشلهم. بتبعح نتمناو أنهم ينجحوا، لأنه في نجاحهم نجاح تونس.
بيه نمشي وبعد بعد شوية باش نرجعوا للسوسة في المستجد حادثة الحريق اللي نشبت داخل مصنع إيطالي، لكن قبل ذلك نمشي لعجمي لوريميا القيادي في حركة النهضة وأحد النواب المضربين عن الطعام، يأكد تواصل إضراب الجوع بمقر الاعتصام اعتصام حراك مواطنون ضد الانقلاب، ويقول إنه الوضعية الصحية بصدد التدهور. الوضعية متاع المدربين مع تقدم الإضراب هي بصدد التدهور وضعتهم الصحية، ولكن معنوياتهم عالية، مقتنعين باللي يعملوا فيه ومقتنعين باللي هذا العمل الراقي، هذا الشكل النضالي الراقي ذو البعد الوطني والإنساني والحقوقي سيثمر وسيحقق نتائجه بإذن الله. الإضراب سيتواصل، احنا انطلقنا انطلاقة ناجحة، واحنا الآن في منطقة النجاح، احنا خرجنا من أي معناها إمكانية الانتكاسة في المكاسب اللي تحققت لحد الآن. العجمي لوريمي أيضا يقول أنه هناك مبادرة سياسية تم وضعها وتهدف إلى إعادة البلاد إلى مسارها. هذا الإضراب عن الطعام سيثمر مبادرة سياسية تفتح أفاق لبلادنا. وضعنا اللبنات، وضعنا الأسس، وضعنا الركائز الأولى لهذه المبادرة السياسية من خلال الحوارات التي تمت خلال أيام الإضراب الفارطة، تحول معنا مقر الإضراب إلى ميدة مستديرة، إلى حلقة نقاش، إلى منتدى معنا حضروا فيه ممثلي كل الحساسيات السياسية ومناضلين حقوقيين ومناضلين ديمقراطيين ومناضلين وطنيين ومناضلين معناها يحبوا ترجع البلاد للإطار الدستوري وترجع قطارها إلى مسار الديمقراطي، وما يحبوش سفينة تونس تغرق ويحبها تبلغ بر الأمان. به مبادرة سياسية عدنان مازلنا ما نعرفوش شكلها، مازلنا ما نعرفوش مكوناتها، على الأقل المكونات ممكن نبدأ ونتجلاوها أو نفهموا مؤشراتها من خلال المشاركين في هذا الحراك وفي هذا في إضراب الجوع هذايا، لكن لشنو نجم تأدي هالمبادرة السياسية هذه؟ هما يقولوا لتغيير مسار البلاد. هما بالطبيعة يقولوا الكلام هذايا، وهما يسعوا لهذايا يقولوا إحقاق الحق، هل ينجحوا ما ينجحوش موضوع آخر، لكن فما موضوع آخر توا بدأت الناس الفاعلين السياسيين والناس اللي تحب تتحرك يفكروا في الانتخابات، يعني الناس تحب تخلق شوية كائتلافات باش جديدة مش باش ما تعطي صورة أنه اللي باش ينبثق عن الانتخابات، ولو أنا مازلنا ما نعرفوش كيفاش باش يكون النظام الانتخابي، معناه باش يكون غير شبيه بالمورفولوجي القديمة نتاع البرلمان بما سبقه، يعني من أحزاب وائتلافات وما إلى ذلك، غطاء يعني. يبدو أنه حتى النهضة مش تسعى، تفكروا هي في النهضة راهي ديما تسعى، مرة كل مرة تخلق حكاية أو شبه حكاية من نوع هاني مش ندخل مستقلين، هاني مش نعمل شنو، في نهاية المطاف تلقى النهضويين هما اللي شادين القائمات نتاعهم وهما حارسين تمام الحرس، وحتى كي يجيبوا بعض المستقلين كما في البلديات نلقاو العزري أقوى من سيدو، يعني في نهاية المطاف هذا توا الناس كل باش تتجه. هذاك الإشكال من الإشكاليات المطروحة عند الطبقة السياسية التونسية، عندها الهاجس الانتخابي ياكلها ماكلة، ما عادش تلوج على الفحوة، ما عادش تحاول تجدد في برامجها ومحتوى خطابها وطريقة تواصلها، وتمشي تخمم في الانتخابات شكون باش ندخل وشكون باش يجيب وهذا ايش باش يجيب معاه وكذا. هذا نتصور اللي ثم على الأقل ثم هذا الهاجس. لطفي، هل بدأ فعلا السباق نحو الانتخابات التشريعية المبكرة؟ وبطبيعة الحال ما نجم يكون كام دا من لحظة إعلان رئيس الدولة على موعد الانتخابات هذه، بل أني أنا اعتبرت أنه حتى مشروع الميزانية الذي تم اقتراحه هو في علاقة بالسباق الانتخابي واللي باش يكون فيه رئيس الدولة طرف هام وهام جدا. لكن أعتقد أنه اليوم احنا نعيش في قلب المجهول السياسي تقريبا، هذه مبادرة في اعتقادي وهذا رأيي يلزمني يعني لا أفق لها، واعتقادي أن زيارة السيد راشد الغنوشي للمجموعة تقريبا حكمت عليها بالموت على النفاس كما نقولوا احنا، معناها أنهت معناها القليل من المصداقية. في اعتقادي أنه أمام حالة الفراغ السياسي والرجة والصدمة والذهول التي أحدثها 25 جويلية
أصيبت كل الأجسام السياسية بحالة من الارتباك الكبير ولم تعرف كيف تتأقلم مع الوضعية الجديدة ومع لاعب سياسي لا يمكن أن تتكهن بمواقفه، لا تعرف الوجهة متاعه واللي هو رئيس الدولة، وهذا انعكس على أداء الخصوم متاعه اليوم، حالة من التيه، حالة من الصدمة، وجوه مهترئة، وجوه متآكلة، خطاب لا ينطلي على أحد، إعادة إنتاج بليدة جدا ورقيقة. هل يمكن أن تنضم إليهم وجوه أخرى أو أحزاب أخرى أو ائتلافات أخرى مثلا على غرار التيار الديمقراطي؟ هي إعادة إنتاج أو محاولة إعادة إنتاج لمبادرة 18 أكتوبر، لكن تغيرت السياقات والمناخات السياسية وغيرها. أنا في اعتقادي المجموعة هذه بالأسماء اللي قاعدين نشوفوا فيها، مع احترامنا لقلة قليلة منهم، أنا في اعتقادي الالتقاء هذا غير طبيعي، هذا تحالف هجين لا يمكن أن يفرز لا قيادة جديدة ولا خطاب جديد. في المقابل إيش عندك؟ عندك رئيس دولة بمشروع في منتهى الغموض والضبابية ويحرص كل الحرص على التكتم عليه، ونحن في هذه الحلقة الوسطى نحن فوق رمال سياسية متحركة بين كما قال جرامشي ماض يحتضر وبين مستقبل يأبى أن يلد من جديد. نحن في هذه المنطقة الوسطى. واضح لطفي. رياض، هل نتوقع أنه المبادرة السياسية هذه ربما يتم الإعلان عنها رسميا يوم 14 جانفي، وأكدوها أعضاء الهيئة التنفيذية لحراك مواطنون ضد الانقلاب أنه مش تكون مسيرا نهار 14 جانفي بالنسبة اليوم، هذا هو عيد الثورة، هل ننتظر إعلانات سياسية؟ هو قبل ما نجاوبك مالك من باب الدعابة، بما أنه سيلوتفي حكى على جرامشي في زيارة راشد الغنوشي إلى المضربين عن الطعام، كي يحكي هو وسي عز الدين الحزقي قال له يا سيد الرئيس أنت راك مثقف عضوي، مش تفهم القوة سيلوتفي معناته. بالنسبة ل 14 جانفي معناتها هما يحكيوا على تحرك يوم 14 من جانفي، وهذا بطبيعة الحال حقهم، والحريات معناتها مكفولة بنص الدستور. هو حتى الاجتماع هذا يحقه بطبيعة الحال، المعارضة بكل الأساليب التي يرونها مناسبة حقهم، شوف حقهم في أنهم يعبروا، وحقهم في أنهم يتظاهروا، وحقهم في أنهم يجوعوا، هذه كلها حقوق إنسان وحريات معناتها لم تعلق بنص الدستور التونسي. وإحنا معناتها سي لطفي يحكي على تحالف 18 أكتوبر، يعني السياقات مختلفة، إحنا اليوم في ديمقراطية، رانا أولاً منيش في حالة استبدادية، ولكن للأسف يعني كل هذه التشكيلات يعني ما يسمى بمواطنون ضد الانقلاب، أساس هذا الحراك هي حركة النهضة، لكن تحاول الدفع ببعض العناصر المحسوبة على اليسار والمحسوبة على الوجوه الحقوقية من أجل التغطية لأكثر ولا أقل. ننتظر إعلانات سياسية يوم 14 جانفي. هم حكيوا على المبادرة السياسية، وأعتقد أنهم من الممكن أن يعلنوا عليها يوم 14 جانفي، لكن أنا مستفزني في خلال هذه الندوة الصحفية اليوم هو حديثهم عن الاتحاد العام التونسي للشغل. علاش في مستفزك؟ تحدث واحد من القائمين على هذا الحراك بأنه حراكهم سيلتقي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في الوقت المناسب، وتحدثوا يعني بشكل جيد فيه الكثير من المديح والشكر والإثناء على شخص السيد نور الدين طبوبي. وأنا في الحقيقة أنتظر بصفتي على الأقل، خلنا نقولها أنا واضح، أنا نعتبر روحي ابن الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنا نعرف أنه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ ليلة 25 جويلية رغم كل اختلافاته في الرؤية وفي التصورات مع رئيس الجمهورية وفي علاقة بمسار 25 جويلية، لكنه إلى حدود هذا اليوم لم يتبنوا سردية الانقلاب التي تتبناها حركة النهضة وحراكهم الذي يسمى بمواطنون ضد الانقلاب. أذاك علاش أنا نتمنى من السيد الأمين العام نور الدين طبوبي ومن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وما أنهم يوضحوا موقفهم مما قيل في لم هذه الندوة الصحفية. عدنان 30 سكوند. ما يلزمش ننزلقوا لهذا، هما قالوا الكلام هذا نور الدين طبوبي مش مطالب باش يجاوبهم، وما نتصورش اللي ماشي فيه حاجه كنا برك. يلا 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 وقت الفاز طبوبي اللي هو معناته مع كامل احتراماتنا ليه بالطبيعه، مش يرجع على رئيس دوله وما يرجعش على هذوما بالطبيعه،
هذوما راهم يسيئوا للاتحاد يعني على براي وانا نعرف انه قواعد الاتحاد العام التونسي للشغل ما يرضاوش باقحام منظمه حشاد العظيم في تشكيلات من هذا النوع. هذا اللي على الاقل انا نعرفه. كلمه اخ اللي حبيت تقول في تونس اليوم فما اشكاليه بقطع النظر هذا مش موضوع الاتحاد ما بين اكسيون واكتيفيزم، فما ازمه كبيره سياسيه، الناس تخلط ما بين العمل السياسي الجدي والرصين وبين التنشيط، ما فماش خطه سياسيه وبرنامج سياسي ونظره. ثم اذا مجموعه مواطنون ضد الانقلاب حسهم حاب يورثوا الاتحاد اليوم. لا لا هاول تو كلامك جزئيا صحيح، هما ادركوا ان لا مستقبل لهم بدون الاتحاد. للاسف هذه الحقيقه ايضا لم يدركها الرئيس قيس سعيد. اليوم الاتحاد هو الحاكم بين الخاصمين، وين باش يميل الاتحاد؟ راهي باش تميل الكفه على رئيس الدوله ان يستميل يغير من خطابه وطريقة تعامله مع الاتحاد. أكيد الاتحاد ما هوش باش يتقاطع مع المجموعة هذه، إلا أنه المجموعة هذه تعول على الاتحاد كمحرك للشارع الاجتماعي وليس كفاعل سياسي. يلا فاصل ثم نعود.